طبعا في رواية تذكر عن داوود عليه السلام أنه كانت الدود تخرج عن عفوا أيوب وتخرج من جسده الدود وترجع، وهذا رواية لا تصح، ضعيفة. وإن كان ذكرها ابن أبي الدنيا أن نزل به البلاء فأصبح الدود يخرج من جسده فيأخذ الدود ويعيدها إلى مكانها، لا هذا غير صحيح، وخصوصا أن أهل العلم قرروا أن الأنبياء إذا نزل بهم المرض لا يمرض المرض المنفر، وهذا مرض منفر. يعني بعض الناس مريض ومرضه منفر، وبعض الناس غير منفر. فالله عز وجل إن ابتلى الأنبياء فلا يبتليهم بمرض منفر.